شالوا ما شالش وداروا ما دارش. كيف الكلام؟ اتقوا الله في انفسكم يا اخواننا، مشكي. وبعدين شعراء ما شعراء، العلماء نصوا ان الشعراء اذا كان خفت منهم يدعوا عليك ويعرضوا بيك، نص العلماء انهم يعطوا من المال حتى يكفوا لسانهم عنا. وبعدين ولت الامر مرات يديروا حاجه انت تراها انها ما فيهاش مصلحه، لكن هي فيها مصلحه. مرات يديروا شيء ولت الامر انت ترى انه هو ما فيش مصلحه، بس في مصلحه انت ما تدريش عنها، لان هذه سياسه. ونضرب لك مثال في صلح الحديبيه، الشروط اللي وضعهم الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم شروط ظاهرها فيها الذل للاسلام، ظاهر الشروط شروط فيها جور في صلح الحديبيه، وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. من الشروط ان اي شخص يسلم من الكفار وياتي للمسلمين يردوه المسلمين للكفار، هذه من الشروط. ولذلك عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه جاء لأبو بكر وقال له ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فأبو بكر رضي الله عنه قال له أليس رسول الله؟ قال نعم. قال فإن الله لن يخذله.